مسرح العائله، بقيه المسارح لا ابخس حقهم، يجوهم جمهور تجيهم عوائل، لكن بعض الممثلين بعض يعني مع الاسف ليش تنجر يا اخي؟ انت موهوب وانت الناس تحبك، ليش تروح للايحاءات وليش تروح للكلام البذيء؟ يعني شنو اللي جابرك يعني؟ يعني حتى لو بتحديد السلاح قول فلان شيء ما اقول. صحيح مو صحيح. استاذ محمد، الدنيا شكت كسرتك بوفاة الوالدين. انا كنت انا بقاعة الامتحان وقالوا لي خبر وفاة الوالد. الوالد اي، وبعد كم سنة توفت الوالدة الله يرحمها. تشتاق لهم؟ اكيد طبعا طبعا طبعا، الجنة تحت اقدام الامهات وبالوالدين احسانا رب العالمين سبحانه وتعالى. اكيد. شو كنت حسيت نفسك كبرت من صدق كبرت؟ احس نفسي كبرت عندما المرض اشتد علي، يعني احيانا تعرف حكم العمر تحس نفسك انه من يجي المرض كبرت، لكن وفي شده حالات مرضي من اقف على المسرح ما اعرف ايضا هنا شيء مجهول، سر مجهول على اسم برنامجكم انه شنو هالسر، مو عندي انا بس وحدي، كل الفنانين بدون استثناء الممثل، انه في شد حال اشد حالات مرضك وحزنك انت على المسرح تكون شعله داينامو. الكوميديان دائما الناس ما تعرف شنو وراه، يهمها بس انه يضحكهم، يهمها بس انه يشوفون وجهه المبتسم. مرت عليك ايام عرضت بيها وضحكت الناس او مثلت للناس الابتسامه وانت من جواك مكسور؟ بوفاه والدي عرضت وانت وهي متوفيه. نعم. شلون قدرت؟ انا يعني من المسرح محجوز 10 ايام مسبقا، يعني هي مو مثاليات بقدر ما انه محبه الناس تنسيك همك احيانا. واني طلعت احسن ما عندك؟ باحسن ما عندي. بعد مسلسل او برنامج استراحة الظهيرة اللي قدمته حضرتك ومجموعة من النجوم، نعم، برز نجمك بشكل مو طبيعي، صرت نجم الشارع مثل ما نقول. نعم. ولحق بهذا النجاح هواية من الغيرة والمشاكل والمحاربة الفنية، صحيح؟ نعم. ليش حاربوك بوقتها؟ هو اعداء النجاح موجودين في كل مكان، من أعداء الوسط؟ اكيد هو منو، شوف يعني اي مهنة مثلا ولو يعني ما تشبه الحاله اللي اقولها الان، فتح محل هنا وفتح محل هنا، تبدا الغيره بيناتهم، هذا يباوع هذا 5 نفرات جوني، هذا 3 نفرات في الوسط الفني ايضا موجوده، لكن ماشي يعني ما عدوك الا ابنك. بالضبط بالضبط. يعني شوف الانسان حتى اذا يريد يغار يا اخي غار، صير احسن منه، مو تغار تيجي تقول لو هاي النعمة تزول من عنده وهاي المحبة الناس وهاي الشهرة تزول من عنده، هذا حسد، والله سبحانه وتعالى يقول ومن شر حاسد إذا حسد، يعني ما قال ومن حاسد إذا، ومن شر، شر وصفه بالشر الله سبحانه وتعالى. أكو ناس طروك لدرجة الشر الأذية يعني؟ ما موجودين، لكن لا الحمد الله سبحانه يقيك شر الحاسد والحاسدين يعني. انسحبت فرص من جوا إيدك؟ مرة واحدة أتذكر كنت يعني في بداية معرفة الجمهور بي، كانت سفرة لأبوظبي، مثلوا مسلسل هناك بلغوني أنه راح أسافر، بعدين منو كان السبب؟ أحدهم. منو؟ راح الدار حقه. توفى رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طيب أكو ناس قلدتك، يعني دائما الكوميديان يتقلد لانه هو لو يكون نفسه لو ما يكون نفسه، فقليلين انتم اللي شخصياتكم برزت. تقلدت؟ والله ما شفت احد قلدني يعني. يعني حتى الاخ العزيز هاشم سلمان قلد كثير ممثلين، قال محمد حسين عبد الرحيم ما اعرف قلده. يعني بالصوت بالحركه قال ما اعرف قلده. يعني زين زهير محمد رشيد؟ ابن اختي. ابن اختك حقيقه هو؟ ايه ابن اختي. ليش من سالت بحد البرامج قالوا لك منو من عائلتك ذيك لو التمثيل ما جبت اسمه؟ مع انه معروف انه هو من اقاربك. قلت ما عندنا احد بالعائله. لا اولادي. اولادي يعني ما عندي واحد من اولادي، ما عدا ميسون كان عمرها 6 سنين. مثلت وياي باستراحه الظهيره، مثلت وياي بفيلم عماره 13 واحلى الكلام.
بس زهير عندما أسأل عنه أقول إيه فنان موهوب. شو رأيك بيه؟ هو إلي الفخر إنه أنا جبت الوسط الفني. أنت اللي جبت؟ إيه نعم. دربت أسطح فوق. قلت جبت ثلاث طابوقات، كاميرا واحدة، كاميرا اثنين، كاميرا ثلاثة، بعدك وانسى الكاميرا، تشوف خط ضوء أحمر بالكاميرا، انسى ما لك علاقة بالكاميرا. من ذاك الوقت زرعت بها هاي المعلومات المهمة وما شاء الله عليها. اليوم تعتبره نجم صار؟ اي طبعا طبعا. طيب غيره هو من يعني من عائلتكم ماكو غيره فنان نهائيا؟ لا لا ماكو ماكو ماكو. أنا بستلحت الظاهرة كثير من الفنانين صاروا نجوم، من جملتهم هاشم سلمان. هاشم سلمان أول ما أجا قلد مذيعين وقلد مقدمي برامج وقلدهم بشكل ماهر جدا، بعدها خلص التقليد يعني قلدهم كلهم. فقال لي أستاذ محمد شلون أنا نعيدهن؟ قلت لا مال نعيد التقليد خلص مستحيلة، مثلوا يعني بستلحت الظاهرة. أيه. من يومها هو نجم. أيه نعم. زهير محمد رشيد طبعا مع حفظ الألقاب ليش ما يذكرك؟ يعني ما سمعنا قال إنه أنت أستاذة أو هيك. لا لا قال أكثر من مرة، أكثر من لقاء قال. أيه. طيب أكو غيره يعني أكو ناس نكره وجميلك عليهم؟ شوف أنا تعلمت شغلة واحدة إنه سوى زين ذب الشط. أنا ذبيت بالشط وبالثلاجة والمجمدة كلهن سويتين. إن ذكر خير على خير، إن ما ذكر هم خير على خير، تبقى يما هو.